أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم في درس جديد بعنوان أحوال المبتدأ والخبر للسنة الأولى إعدادي. خلال هذا الدرس سنتعرف المبتدأ وصوره، أنواع الخبر، ومصوغات الابتداء بنكرة. من خلال تحليل هذه الأمثلة المقدمة إليكم ومن خلال تأملكم لها ستتوصلون إلى أن المبتدأ يكون اسما دائما مرفوعا، وهو الجزء الأول المكون للجملة الاسمية، ويكون إما اسما معربا أو مبنيا. والاسم المعرب قد يأتي ظاهرا أو ضميرا منفصلا أو مصدرا مؤولا كما هو مقدم إليكم في الأمثلة الأولى. الحكمة ضالة المؤمن هو أن تصوموا خير لكم. وقد يأتي المبتدأ نكرة، وذلك إذا جاء اسما موصوفا، أي الاسم الذي يأتي بعده يكون نعتا، أو إذا سبق بخبر جاء شبه جملة من الجار والمجرور أو من الظرف. وقد يأتي أيضا المبتدأ نكرة إذا ما سبق بنفي أو سبق باستفهام. وعليه نقول المبتدأ اسم مرفوع، وهو الجزء الأول من الجملة الاسمية، يكون ظاهرا أو مضمرا، ويأتي إما معربا أو مبنيا، وقد يكون مصدرا مؤولا أو نكرة مسبوقا باستفهام أو بنفي أو أيضا مسبوقا بخبر. أما الخبر أصدقائي وتلاميذي الأعزاء، فهو الشق الثاني المكون للجملة الإسمية، ويكون ظاهرا في الغالب، وقد يأتي مفردا كما هو الشأن في المثال الأول، كتاب أو الكتاب صديق، المعلمون مخلصون، فصديق ومخلصون جاء فيهما الخبر مفردا. في الشق الثاني من الأمثلة، القارئ يعيش الماضي، فيعيش الماضي خبر جملة فعلية، فوائدها كثيرة، هنا الخبر جاء جملة اسمية. والشق الثالث من الأمثلة، المكتبة العامة أمامك، فالمكتبة مبتدأ، العامة نعت، أمامك ظرف مكان مضاف ومضاف إليه، وهو جاء شبه جملة، أي الخبر جاء شبه جملة من الظرف. الثقافة بالإطلاع، ثقافة مبتدأ بالإطلاع شبه جملة من الجار والمجرور، وهي في محل رفع خبر. وهذه بعض الأنشطة التطبيقية التي يمكنكم إنجازها لكي تثمنوا مواردكم ومكتسباتكم بعدما أن تكونوا قد قرأتم واستنتجتم القاعدة الآتية أمامكم. شكرا لكم وإلى درس لاحق.